أنا صار المحاضرة الثانية، سنركز في المحاضرة الثانية على نظريات الإدارة التعليمية. أول نظرية راح نتناولها هي نظرية جيتس ليز. في هذه النظرية سيتم التركيز على البعد المؤسسي والبعد الشخصي لهذه النظرية. ولاحظوا أنه النظريات الإدارة التعليمية الأربعة التي سيتم تناولها في هذه المحاضرة، وهي أربع نظريات، تم التركيز فيها على البعد الاجتماعي. إذا في نظرية ليز سنركز على البعد المؤسسي والبعد الشخصي في السلوك المشاهد للإدارة التعليمية والإدارة المدرسية، كما سيتم التركيز في هذه المحاضرة على نظرية جوبا، واللي تركز على البعد المؤسسي والبعد الشخصي، وتعتقد بأن السلوك المشاهد والأهداف التي تتحقق هي خليط من بعدين أو سلطتين، سلطة رسمية وسلطة غير رسمية، أو جانب رسمي وجانب شخصي. كما سنركز على النظرية الثالثة، لنظرية ليكارت، على البعد الجانب الإداري أو البعد الإداري، والبعد الفني أو الجانب الفني في ممارسة الإدارة. وفي النظرية الرابعة، نظرية بارسونس، سيتم التركيز على متطلبات تحقيق المهام الإدارية، وسيتم التركيز أيضا على المستويات الثلاثة للتركيب الهرمي للتنظيمات الإدارية، بالإشارة إلى المستوى الفني والمستوى الإداري ومستوى المصلحة العامة.